أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. السيدة أمنا زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها هي ابنة عمة الرسول عليه الصلاة والسلام. أم ستنا زينب اسمها أميمة بنت عبد المطلب بنت هاشم من المهاجرات الأول. وكانت ستنا زينب رضي الله تعالى عنها كانت عند زيد ابن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، فزوجها الله سبحانه وتعالى لنبيه بنص كتابه بعد أن فارقها زيد. فكان يعني زواجها رضي الله تعالى عنها بالنبي صلى الله عليه وسلم زواجا فريدا، وقصة زواجها كانت معها إبطال عادة التبني، وإنه في نفس الوقت إنه لا يتحرج من أراد إنه يتزوج بها من لأنها كانت زوجة زيد واللي كان يعني يتولاه النبي عليه الصلاة والسلام، فإبطال يعني أو بعد انقضاء هذا الزواج وتزوج النبي عليه الصلاة والسلام منها كان في ذلك إبطال لعادة التبني والأحكام المترتبة عليها، واللي كانت يعني بتحرج فيها المشركين الزواج من من يتبنى، وهكذا إلى نهاية هذه القصة. والحقيقة إنه تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت بتفخر بذلك على أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن. وكانت هي ستنا زينب من سادة النساء، من سادة النساء دينا، ومن سادة النساء ورعا، ومن سادة النساء جودا وكرما ومعروفا. تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام في ذي القعدة سنة 5 للهجرة، وكانت صالحة قوامة صوامة بارة رضي الله تعالى عنها. شهد لها بذلك سيد الخلق زوجها سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو يقول لعمر إن زينب بنت جحش أواها. فقيل يا رسول الله ما الأواها؟ يعني إيه أواها؟ قال الخاشعة المتضرعة. وبعدين قرأ قول المولى سبحانه وتعالى إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام يعني لأزواجه الكرام إن أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا، فبشرها
بسرعة لحوقها به صلى الله عليه وسلم وهي زوجته كذلك في الجنة، وفي شهادة على يعني منتهى برها وصدقها وأنها كريمة وأنها صاحبة يد في الإعطاء والكرم والمعروف، لأنها كمان كانت امرأة عندها حرفة، عندها مهنة، كانت امرأة صناعة اليد، يعني عندها حرفة بتشتغل بيها، يعني هي كانت بتدبغ الجلود وتخرز وتتصدق وتعمل الخرز وتطرز وتعمل، فكان عندها صنعة بتدر عليها المال، وكانت هي تعمل ده وتبيع وتاخد الفلوس تتصدق بيها زهدا وطمعا في الثواب عند الله، يعني لا تدخر شيء، تاخد الربح بتاع العمل بتاعها تتصدق بيه أمنا زينب رضي الله تعالى عنها. كمان شهدت لها أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، شهدت لها بكل خير، لأنها كانت بتقول كانت زينب بنت جحش تساميني في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رأيت امرأة خيرا في الدين من زينب. ضرتها بتشهد لها تقول ما رأيت امرأة خيرا في الدين من زينب، لأنها زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت أواها متضرعة متبتلة إلى ربها، فهي بتقول يعني أتقى لله وأصدق حديثا وأوصل رحما، يعني كانت عندها تقوى شديدة وكانت شديدة الحرص على صلاة الأرحام، وقالت كمان ستنا عائشة عنها وأعظم صدقة رضي الله تعالى عنها، كانت أكتر واحدة فيهم بتتصدق، وذكرنا لأنها كانت امرأة صناعة لها يعني حرفة بتشتغلها وبتبيع وتاخد الأرباح لتتصدق بها ولتنفق على المعوزين والمحتاجين والمساكين. الحقيقة روت أمنا السيدة زينب باقة من الأحاديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأشهر من روى عن ستنا زينب ابن أخيها محمد بن عبد الله ابن جحش وأم المؤمنين السيدة أم حبيبة، وكمان زينب بنت أبي سلمة وغيرهم. إذن هي لها كما لباقي أمهات المؤمنين من طلاب للعلم سواء من القرابة أو من عموم المسلمين والمسلمات، ينقلون عنها العلم، يروون عنها ما تعلمته عن حضرة النبي عليه الصلاة والسلام وتلقته من الحديث الشريف، سواء ما عايشته بنفسها في مع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أو ما رأته من أحوال النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ورغم إن مرويات أمنا السيدة زينب قليلة يعني بالمقارنة كده بما ذكرنا واستحضرنا من مرويات أمهات المؤمنين، هي كانت بالنسبة لهم قليلة الرواية، لكنها صاحبة روايات كتيرة يعني إيه مميزة، إلا إنها يعني مثلا زي رواية خروج يأجوج ومأجوج، ودي اللي أخرجها البخاري في صحيحه بسنده عن أمنا السيدة زينب رضي الله تعالى عنها وعن سائر أمهات المؤمنين، إنها بتقول أو إنها روت إن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها فزعا يقول لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعه الإبهام والسباب. عايز يقول إن الفرجة بسيط، هو بيمثل بالأمر صلى الله عليه وسلم، فحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها، فقالت ستنا زينب بنت جحش، هو طبعا في رواية تانية هتكمل المشهد بأنه النبي عليه الصلاة والسلام، وحنؤكد على هذا المعنى، كان نايم وقام ويقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فستنا زينب قالت قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون، عشان نخلي بالنا الحديث ده مهم، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث. هذا السؤال اللي بينم على فقه أمنا ستنا زينب رضي الله تعالى عنها. يأجوج ومأجوج زي ما حضراتكم عارفين هم القومان اللذان يعني بني عليهما ذلك السد، أو بناه ذو القرنين، بنى السد المذكور في قوله تعالى فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم
ردمة كما هو وارد في سورة الكهف. وخروج يأجوج ومأجوج من هذا السد علامة من العلامات الكبرى ليوم القيامة. والحقيقة أنه في هذا الحديث الشريف بتخبرنا أمنا أم المؤمنين السيدة زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا، يعني باين عليه علامات الخوف، وهو يقول مرددا لا إله إلا الله لا إله إلا الله، يعني إعلاما يعني وإيذانا بالتوقع أمر مكروه يحدث، ولا نجاة منه إلا بالالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى والاستجارة بسلطان الله العظيم. في رواية تانية اللي هي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ من نومه، بنجمع الروايتين جنب بعض فبتكتمل بيكتمل لنا المشهد كامل، الرواية دي بتقول كذا والرواية دي بتقول كذا، بنحط الروايتين عشان نفهم الصورة كاملة. الرواية الثانية اللي في الصحيحين بتقول استيقظ من نومه محمرا وجهه وهو يقول لا إله إلا الله. فهنجمع بين الروايتين ونوصل إنه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام دخل على أمنا ستنا زينب رضي الله تعالى عنها بعد أن استيقظ فزعا، وكان في حمرة، كان وشه يعني فيه حمرة صلى الله عليه وسلم من ذلك الفزع، لما يكون إنسان مخضوض شاف شيء أرقه، فأحمر وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم. ثم قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب، يعني من شر قد اقترب وقوعه. والويل هنا كلمة بتقال لمن وقع في هلكة أو كاد أن يقع فيه. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم سبب هذا الشر بأنه فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج، وهو السد اللي بناه ذو القرنين بيننا وبينهم مثل هذه، كما أشار وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها، يعني جعل السبابة في أصل الإبهام هكذا عشان وضمها قوي عشان يقول حتى إنه لم يبقى بينهما إلا خلل بسيط أو يسير، فرجة يسيرة جدا. المراد هنا التمثيل والتقريب مش حقيقة التحديد يعني. والمعنى إنه لم يبقى لمجيء الشر إلا اليسير من الزمن. فلما سمعت أمنا زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها ذلك قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون، أي كيف يسلط الله علينا، هي بتتساءل كيف يسلط الله علينا الهلاك وفينا المؤمنون الصالحون، هي تعجبت وكأنها يعني كانت متمثلة لمعنى قول الله تعالى أو أخذت ذلك من قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيصحح المفاهيم، وهي فقيها رضي الله تعالى عنها قال نعم إذا كثر الخبث، الخبث اللي هو الفسوق الفجور والمعاصي، إذا كترت الفسوق والفجور والمعاصي وبدت وزادت، زي الزنا زي الخمور وغيرها من الموبقات والمنكرات والكبائر، إذا كثر المجترئون على فعل هذه المعاصي دون رادع ولا وازع ولا ورع عم الهلاك الجميع، ثم يبعث يعني هيهلك حتى الصالحون فيهم هيهلكوا، وبعد كده يبعثون جميعا، كل واحد هيبعث بقى على النية بتاعته، وكما قيل يعني إذا عز الأشرار وذل الصالحون فيهلك العامة أو فيهلك العامة بفساد الخاص ولو كان فيهم الصالحون، يعني إذا انتشرت الفواحش وفشت المنكرات بلا رادع وبلا تنبيه وبلا وعظ يتبع وعظا في التنبيه على الناس بعدم فعل المنكرات وبعدم التعري وإظهار العورات، كل ده إذا كثرت الفواحش وكثر الخبث ولم ينكرها أحد،
كما قال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص. مش هتنقي من المجتمع شوية الظلمة الفساق اللي خلاص اجترأوا على المعاصي وبقت عادي وبينشروها وناس تانية بتنشرها، وفيهم في هؤلاء أهل صلاح، لكن بسبب دول يهلك الجميع وكل واحد هيبعث على نيته. يعني الحديث ده فيه إنذار النبي عليه الصلاة والسلام من اقتراب ظهور علامات الساعة الكبرى. وإحنا كنا وقفنا في سورة الكهف عند تفسير هذا الحديث، بما انتهت إلينا بعض المعلومات أو ما توصلنا إليها من بعض المعلومات قدر الطاقة البشرية، ولا نجزم بأنه الرأي النهائي في هذه المسألة أو في فهم قضية يأجوج ومأجوج، ولكنه هذا ما انتهى إليه البحث في هذه المسألة قدر طاقة البشرية. كمان الحديث في التوجيه بوجود إثبات وجود يأجوج ومأجوج، وفي أنه الحديث معنى أنه إذا كثر الخبث عم العقاب، يعني عم العقاب الناس الكويسة والناس الوحش، عم العقاب الصالح والطالح. نسأل الله تعالى السلامة في الدنيا والآخرة. كذلك لأمنا السيدة زينب رضي الله تعالى عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لها مجموعة من الأحاديث، زي مثلا في مضمون لها حديث أو لها رواية في الاستحاضة، والاستحاضة اللي هو جريان الدم في غير أواني اللي هو النزيف يعني، وإزاي يعني كيف يكون الأمر وكيف تكون الطهارة، وهي روت برضو في الطهارة في باب الوضوء، وروت برضو في بول الغلام وبول الجارية البنت الصغيرة، تعمل إيه الأم في هذه الحالة إذا بال الصغير ذكرا كان أو أنثى على ثوب أمه. فكانت ليها رضي الله تعالى عنها إسهامات واضحة وقوية في خدمة السنة النبوية المطهرة، وكانت رضي الله تعالى عنها لها أحاديث مميزة جدا منسوبة إلى ستنا، واشتهرت اقترنت مضامنها وموضوعاتها باسم أمنا الكريمة السيدة زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها. كانت هي أول من لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان ده سنة 20 للهجرة. هي عاشت حوالي 5 سنوات مع النبي عليه الصلاة والسلام، وعاشت 10 سنوات بعده، وده بيوريك أنه الوقت كان دايما بيبقى أطول لأمهات المؤمنين بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام عشان يعلموا المسلمين العلم، وده من حفظ الله لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أمهات المؤمنين اللي عاشوا مع النبي عليه الصلاة والسلام عاشوا وقائع بأنفسهم مع حضرته صلى الله عليه وسلم، شهدوا على أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، لديهم هذا العلم اللي يوزن حياة المسلمين، عاشوا فترة أطول من يعني ما عاشوها مع النبي عليه الصلاة والسلام، أو هكذا مثلا كما في ستنا زينب رضي الله تعالى عنها، 10 سنين دي بتعلم المسلمات وبتعلم المسلمين رجالا ونساء ما تعلمته وتلقته من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما توفيت رضي الله تعالى عنها صلى عليها الفاروق سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وكان في وقتها خليفة المسلمين رضي الله عنه، ورضي الله عن أم المؤمنين السيدة زينب وعن سائر أمهات المؤمنين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه، اللهم في كل وقت وحين.